شاركت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو إلى جانب نظيراتها السيدات الأول بأفريقيا في الجمعية العمومية لمنظمة السيدات الأول بأفريقيا من أجل التنمية وبداد، التي عقدت عبر تقنية الفيديو والتي افتتحتها رئيسة المنظمة السيدة الأولى لدولة الكونغو. وخلال الجلسة المغلقة التي اعتبرت افتتاحية الجمعية العمومية، عرضت من خلالها الأمانة التنفيذية للمنظمة تقريرها السنوي المتعلق بدور الأبداد والتصدي لجائحة كورونا وسبل دعم الشركاء التنمويين للمنظمة. وبحضور السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو عبر تقنية الفيديو، فقد اعتمدنا السيدات الأول بأفريقيا تقريرهم السنوي الذي عرضته الأمانة التنفيذية. كما دعينا السيدات الأول في أفريقيا في ذات الوقت إلى تعزيز ريادة المرأة الأفريقية في مجال التنمية وتعزيز قدرات المرأة الأفريقية في مجال الصحة، التعليم، الأمن الغذائي والصحة الإنجاب، مثنيات على شراكتهم مع الاتحاد الأفريقي، مركزات على محاربة العادات الضارة كالزواج المبكر وحماية القاصرات. وأثناء هذه الجلسة التي حضرتها السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو، فقد اعتمدنا السيدات الأول توصيات من أهمها دعم محاربة سرطان الرحم وتنفيذ استراتيجية جهود الأبداد في الحد من خطورة معاناة المرأة، مطالبات المنظمات العالمية والدولية والإقليمية مرافقة منظمة الأبداد لتحقيق أهدافها.